إخوان الأخوات، السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج آش كتعرف. اليوم إن شاء الله نتكلم على آش كتعرف، على القولون العصبي وبومزوي. بومزوي والقولون العصبي، الناس كيخلطوا هاد السمية، كيدمجوها بسمية واحدة، يعني أعصاب ديال المصران كما كيسميوهم في المغرب، وبومزوي كيقول لك راه مرض واحد، ولكن هذا خطأ. وهذا الشيء ماشي عند العامة، حتى بعض المتخصصين يا حسرة كيطلقوا هذا الاسم على نفس المرض. القولون العصبي هو الأعصاب ديال المصران، الأعراض ديالو أما كيكون نقبت ديما أو إسهال مستمر، وكيكون انتفاخ لغاز ديال لغاز، وكيكون لغاز ديال المصران، وكيعطي ألم في الظهر، وكيعطي ألم في الرقبة، وكيعطي ألم في الجناب. يعني القولون العصبي كيدير بزاف ديال الاضطرابات، حتى الانسان ما كيقدش يوقف. فاش كيكون الانسان عنده جوج الاشياء، عنده القولون العصبي وبومزوي في نفس الوقت، ما كيقدرش يعرف شنو عنده، كيتخربق، كيتخلطوا عليه العظام. اما بومزوي فهو التهاب الشريان النبضي، اي الشريان الأوراطي من القلب. يعني لا فرق بين جهاز، يعني كاين فرق بين الجهاز الدوري والجهاز الهضمي. يعني هذا الشريان، فهو كتعرفوا الأورية والشرايين، فهو من أعضاء الجهاز الدوري، ماشي من أعضاء الجهاز الهضمي. وبومزوي كيضرب في الفم ديال يعني أسفل المعدة، أي فم 12، كنلقاو المعدة ثم 12 ثم الصائم اللفائفي، ثم القولون الأعور، ثم القولون الصاعد، ثم القولون المستعرض، ثم القولون النازل، ثم القولون السيني، عاد القولون المستقيم، ثم المخرج. فالقولون العصبي كيتشكل في هذه المنطقة، هذه المنظومة كيتشكل فيها. أما الشريان النبطي أو بومزوي كيضرب بالضبط في أسفل يعني جهة المعدة، ما تقدرش تحدد البلاصة بالضبط بالدقيق، حيت مع فاش يكون الألم في شي بلاصة كتظن بأن البلاصة كلها كتضرك، بحال الشكل ديال الدرسة. فاش كتضرك شي درسة كتظن بأن الفم ديالك كله كيضرك، الجهة السفلى كتضرك كاملة، أو يعني صعيب باش تحدد بلاصة الألم. يعني فاش كيكون الألم في بلاصة معينة كيعطي كاع الجنبات وما جاوره كيكون فيه ألم، كما يصعب تفرق بين ألم ديال الكلي وألم ديال المصران. هذا هو. وفي الحلقة المجاية إن شاء الله غادي نعطي بعض العلاجات الشعبية أو الوصفات الشعبية لعلاج البومزوي والقولون العصبي في نفس الفيديو إن شاء الله. تابعونا في برنامج آش كتعرف، إلى حلقة جديدة، والسلام عليكم.